السلام عليكم. فكرة الفيديو إن أنا محتاج أعرف مين اليوزرز اللي شغالين حاليا وأسماء الأجهزة اللي شغالين عليها. هدخل على الدومين وهفتح الجروب بوليسي مانجمنت، وعلى الكمبيوتر أكاونت هعمل نيو جي بي أو، البوليسي دي مهمتها ان اعمل ستارت لسيرفيس اسمها وين ار ام ويندوز ريموت مانجمنت. السيرفيس دي باي ديفولت هي ديسيبل على كل الاجهزة، محتاج اعمل لها ستارت. هختار السيرفيس ويندوز ريموت مانجمنت، وهعمل جي بي ابديت، لو رحت على جهاز الكلاينت وفتحت السيرفيس هلاقي ان السيرفيس ديسيبل، هطبق البوليسي اللي انا لسه عاملها. هلاقي ان السيرفيس اشتغلت، كده انا عملت ستارت للسيرفيس على جميع الاجهزه. هرجع للدومين، هفتح الباور شيل ران از ادمنستريتور، وهكتب الامر الاولاني امبورت مديول اكتف دايركتوري، هستخدم الأمر الثاني get ed computer filter عشان أعمل collect لأسماء الأجهزة اللي موجودة عندي في الأكتيف دايركتري، الأمر الثالث هو اللي هيظهر لي التفاصيل. بدوس انتر، عندي 3 اجهزة كمبيوتر، اول واحد الدومين واللي عامل لوجن عليه هو الادمنستريتور، الجهاز التاني جهاز ويندوز 11 واللي عامل لوجن عليه اسمه يوزر 2، الجهاز الثالث اسمه بي سي وين 10 واللي عامل لوجن عليه اسمه يوزر 1. شكرا.